مازال ما شتيش الوالده ديال كادم بزاف اش كتسنى زيد تفضل معايا نوريك عندي ثلاثه ديال البياسات في الذهب المستعمل هادو في الذهب المستعمل طبيعي الحال هادو هميزات عندي غنبدا لك بهاد لي بوكل تبارك الله هادو راه نقيين غير هما شريناهم عند العيالات كانوا لابسينهم طيحوا لهم واحد شويه وكنعاودوا نترزقوا فيهم تحنا الله كنعاود نبيعهم كنبيعوكم الثمن القديم يعني غنبدا لكم اول حلقه ديال التخرام ما شاء الله تخرام حقيقي مخدومين مزيان مع واحد البليطه في الكرونه ما شاء الله هي وكيمشدوده من هنا بواحد القطيب ديال الذهب باش ما طيحش فيهم خدمه فنه السداده فيهم ما شاء الله زوينهم خويا علي دي طيب باش يشوفوا الفن الخدمه كي دايره يعني خدمه مغربيه تقليديه الجرام 7.04 الجرام الثمن هو 3600 درهم 360 الاورو 72000 ريال هذه الاولى دازت تلميمه الاولى بصحتها وراحتها عندي الحلقات ديال حجيرات في الكرونه حتى هما ما شاء الله روعه فيهم 4.3 الجرام كيتقاموا ب 2240 درهم هادو كلهم بالثمن القديم السداده ديالهم مختلفه على هادو هادو بالسلك كنقولوا حنا بالمخطاف هادو بالمخطاف كديرها كيدخلوا يعني حتى هما خدمه ما شاء الله شابه وغزاله وصحيحين يعني هادو يصلحوا للدوام ويصلحوا حتى للمناسبات هذه الميمه الثانيه بصحتها وراحتها عندي هادو عاوتاني حتى هما كذلك ديال التخرام غزالي وش وحده ما كتشبه الوحده هادو مدوبلين كيف كتشوفوهم من لهنايا عاوتاني مدوبلين فيهم واحد التخرام مدوبل من هنا غزال ما شاء الله وصحيحين مزيان شوفوا فنين هادو فيهم 4.6 كيتقاموا ب 2400 درهم 48000 ريال 240 الاورو اللي بغا هادو البنات معايا غير يتواصل معايا في نمره الواتساب اللي هي 0621 24 02 46 ومرحبا بالجميع وبالنسبه لسي زكريا اللايف شفت الناس بزاف في لي كومونتير نعاودوا نرجعوا للايف بالنسبه لللايف البنات اللايف غادي يكون ان شاء الله هذا الاسبوع كان عندنا بعض العراقيل هذا الاسبوع ان شاء الله غيكون لايف وغيكون ان شاء الله ممتع وفيه حويجات زوينين ينالوا الاعجاب ديالكم ومرحبا بالجميع الموجه تفضل